مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54. ومنورنا دلوقتي ضيف عزيز علينا جدا، لأن هو الحقيقة نورنا في يحكى أنا في الاستوديو، وإحنا النهاردة معاه بنحتفل بكتبه اللي موجودة السنة دي في المعرض في دورته الـ54، دكتور ياسر ثابت. وطبعا دكتور ياسر هو مش بس معروف على مستوى أنه كاتب، إنما كمان هو صحفي. الحقيقة محقق نجاحات كبيرة جدا، ليه موسوعات وكتب في مختلف المجالات، منها رياضية منها فنية. يعني الحقيقة أنه هو دايما بيتسم بالتنوع. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. الله يخليك. وأولا احنا سعدة جدا أن احنا مع حضرتك بقى النهاردة، مش شرف حضرتك لي. اللي معانا شرف لي يا فندم. احكي لنا بقى عن الكتب اللي مشاركة لحضرتك السنة دي في المعرض في دورته الـ54. أولا طبعا قبل ما أتكلم لازم أتكلم أنه المعرض يعني في تنسيقه الحالي وتنظيمه الحالي الأكيد أنه عامل طفرة رغم كل التحديات والأزمات المحيطة اقتصاديا وعالميا، لكن الناس بيتحدوا الأزمات سواء الناشرين أو القراء، وده شيء جيد جدا. والناس جايين عائلات وأسر وأفراد وأطفال، وده شيء مهم جدا عشان يعني يكون المعرض ثري بالناس اللي بيجوا وصناعة النشر الموجودة. بالنسبة لي أنا شخصيا أنا سعيد أسعدني الحظ إن في أكتر من كتاب الحقيقة. أيوة. في على مستوى الكتب في كتاب عن تاريخ اليهود في مصر والعالم العربي، ومركز فيه بالذات على التاريخ المعاصر، مثلا آخر 150 سنة، تطورات انضمامهم للمجتمع، نشاطهم، تجارتهم، هجراتهم، كيف خرجوا، والمصير الغامض اللي حصل بعد كده. الكتاب الثاني هو تاريخ الغناء الشعبي من الموال إلى الراب، برضو الكتاب ده بيتتبع ويتقصى تاريخ التطور للغناء الشعبي وأنواع الغناء الشعبي والفرق بينه وما بين الغناء البلدي، وفي نفس الوقت كيف تطور الغناء الشعبي وبدأ بالموال وبدأ بالأغاني وظهرت أسماء كبيرة من عبد المطلب ثم محمد طه ثم محمد رشدي. عايزين كمان نتكلم عن موسوعة الخلود، وده مشوار طبعا مو صلاح أو محمد صحيح. صلاح هو الحقيقه في اكتر واحد كتب عن محمد صلاح، بس انا حاولت ان انا اعمل شغل جيد وموثق وبرضه بلغه رشيقه وجذابه للقارئ يحصل على موسوعه يحصل بيها على تاريخ مشوار محمد صلاح من اول بداياته في كره قدم ومعاناته وما الى ذلك، ومشواره في مصر وانتقاله من بلده نجريك في الغربيه الى المقاولين العرب، ثم سفره واحترافه في الخارج وانتقاله وتدرجه حتى اصبح من ابرز اللاعبين عالميا، بالارقام بالوثائق بالمعلومات بشكل مختلف عن كل الدراسات اللي اتعملت او البحوث اللي اتعملت عن محمد صلاح باللغه العربيه. ده شيء مختلف تقدر تحطه في مكتبتك الرياضيه يعني باهتمام واعتزاز. طبعا مصر المدهشه، وهي كمان طبعا خطوه مهمه جدا لحضرتك. الحقيقه في قصص وجوانب خفيه وقطوف مختلفه من تاريخ مصر المعاصر، وكذلك في جوانب لابد ان الناس يدرسوها ويعرفوها ويطلعوا عليها. انا حاولت قدر الامكان اضيء عدد من النقاط بالنسبه لتاريخ مصر، سواء على سبيل المثال تاريخ تطور وسائل المواصلات في مصر، من وسائل وازاي كان بيركبوا وازاي كان في مناطق وكان بيستخدموا الدواب، وبعدين بدات السوارس اللي بنشوفها في الافلام القديمه، وبعدين ابتدات الترام وكان يسموه العفريت، وكيف تطور الانتقال في مصر وسائل المواصلات وتطور الاتوبيس المصري بمراحله المختلفه اللي في الناس القدام زي يفتكروا الحاجات بتاعته، وكيف انتقلنا الان الى عندنا مونوريل والقطار الكهربائي السريع ومترو الانفاق وكل الوسائل ديت، وايضا الابلكيشن والتطبيقات اللي بدات تستخدم وسائل النقل والمواصلات في مصر.